رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثية يقول: يا إخوة بارحمان، لينيرك المسيح بتعاليمه المقدسة. أذكركم يا إخوتي الإنجيل الذي بشرتكم به وقبلتموه وقمتم به، وبه تخلصون إن كنتم تذكرون الكلام الذي بشرتكم به، إلا أن تكونوا قد آمنتم باطلا. لأنني سلمت إليكم أولا ما تسلمته، أن المسيح مات من أجل خطايانا كما هو مكتوب، وأنه قبر وقام في اليوم الثالث كما هو مكتوب، وأنه تراءى لكيفة وبعده للأحد عشر، ثم تراءى من بعد ذلك لأكثر من 500 أخ معا، أكثرهم أحياء إلى الآن وبعضهم قد رقد. ثم من بعد هؤلاء تراءى ليعقوب وبعده لجميع الرسل، وآخر الكل تراءى لي أنا أيضا كأنه للسقط، لأني أنا أصغر الرسل ولست أهلا لأن أدعى رسولا، لأنني اضطهدت بيعت الله. لكنني بنعمة الله صرت على ما أنا عليه، ونعمته التي في لم تكن باطلة، بل تعبت أكثر من جميعهم، ولكن لا أنا بل نعمته التي معي. والنعم والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. لنقم باستعداد لسماع الإنجيل المقدس. قالوا عنه أنه
يقول الضباط مهمون بكل من دي محكي له قاوين ويه ولكم ما جبوا لمشيحة تطان كل أنحشي وبطردخ أورج وحي ومشوري لمن موش وكلين ويه فشو قطلي من أكثى وكلي إلا دقياني قد قولا من ما تقوى وبيزالة إلا كم مغسولة مغديك لغضة دكثة بشرح وقتها إلى البيزال أني كما رأى من طالب وشكيبا بين يوم أقرول الكناية ويرت الباي شكيبي وكد أني تي والعشاء يشغل لخمة ولا بركثة تويرت وكم ولا بعد أنا بتخلى عيني وكم يديلة أو يرمل من قمعي شريلة خام بمارة خنة مولوا ولبواثن يقول بقاون كدوية ومحكوية من بقاود ورخب بشي قطعان كثاون قبنا هالبقاود اي عدان وديرا لو رشن غزيلة الخديسر واندوا وامي جميعا اني بمارا حقوثة قبل مارا بشي غزيت شمعان وهمني محكي لها مني تبرير بورخب ودخكم يديلة كد قصيلة لخمة شوحا لا لا ميناي شوحا حرام بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ايها الاعزاء في هذا الجزء من الانجيل لوقا يريد ان يعكس لنا طبعا لوقا كتب على الأقل قد حدود 30 سنة أو أكثر من بعد عيش الإيمان وبرجوعه إلى هالحادثة لوقا أراد أن يعكس حقيقة جدا مهمة بالنسبة لنا اليوم أيضا وهالحقيقة لوقا أراد أن يعبر عنها من خلال عقلية قليوبا وصديق لي كان يروحون سوية إلى عمقوس. إذن قليوبا وصديقه تقريبا فقدوا الأمل أنه المعلم راح ينتصر تعليم المعلم راح تماما يكون حقيقة الحياة الجديدة وعبروا عن هذا عدم الأمل مالتهم عبروا عنه بالقول لهذا الرجل اللي ما عرفوه يسوع قالوا له كنا نأمل أنه هو اللي راح يبدي إسرائيل ولكن هاي 3 أيام والمشكلة الكبيرة أنه رؤساء مالتنا اللي ده مفروض يحكون باسم الله باسم الشريعة باسم الناموس اللي هو من الله هم اللي حكموا عليهم بالإعدام وبالصلب فلوقا يريد أن يقول إن طبعا بعد خبرة أكثر من 30 سنة من الإيمان يريد يقول إن أنه ما لازم نقول بنفس عقلية ذول الاثنين و أملنا بخلاصنا يكون أمل مادي مثل ما كان أمل هذول الاثنين لربما كان يتصورون أنه هذا الفداء هو فداء مادي أو الخلاص من السيطرة الرومانية على الشعب اليهودي فإذا يسوع يريد يقول إلهم أنه أنا حاضر بيناتكم وعكس إلهم أيضا أنه كل الأنبياء موسى والأنبياء من وران وأيضا المزامير الكتب هي قسم المزامير قسم من الكتب كانت كي تحكي أنه عبد الله راح يتعذب ولكن هو اللي راح يبدي الشعب إذا هالفكرة مهمة لنا اليوم أيضا أنه ما لازم ننظر إلى يسوع أن نشوف بينه فقط
لازم نروح إلى داخل وعمق رسالة يسوع حتى نشوف شو يريد من عدنا، خاصة بالظروف الصعبة الصحية اللي نمر احنا بها والعالم كلته يمر بها. نصلي بهذا القداس، نطلب من الله أن تماما ينور عقولنا أن نفهم رسالة يسوع الحقيقية. آمين. يا نادم الله دوام من الله يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء
ودي كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيق آمين. لنصلي السلام معنا بسم الله ما شاء الله.
آمين مشيحة شلامة ملاخة
فيش كبيرة بيت وخدش تقاح وليقي شاين لانوثة من ملكوثة باطل شرافة من كل أرب شاين عم ذكير شرافة خايف خاين إيه وهدي وبزدوث دلاه تقربنا يا ربنا وإلانا رحمة نعمتك إلى هذه الأسرار المجيدة المقدس المحيا والإليم ونحن غير مستحقين ليتقدس اسمك ليتقدس
بيت النعمة مخيانا مارني شوام شياك ملاب رحمن من كل Ah.
خفية وظاهرة الآن وكل راح نواصل قلاديسنا لهذا الأسبوع. كل يوم راح تكون الساعة 10 صباحا بتوقيت ديترويت.